محاولة اغتصاب طفل لم يبلغ 2 و6 أشهر هزت إحدى. كان الطفل قرب منزله حينما استدرجه رجل سوري يدعى ياء ألف على بعد بضعة أمتار عن المنزل. وعلى هذا الطريق استمال الرجل الطفل ليتمكن من الانفراد به بعيدا عن مرأى العائلة وعن مرأى الجميع. وهناك نزع عنه ثيابه وأجبره على الركوع محاولا التحرش به، إلا أن صراخ الوالدة بعدما لاحظت غياب طفلها أخاف الرجل ودفعه إلى ترك الطفل يلاقي والدته. ما حصل هناك لم يبقى هناك، فالطفل أخبر والديه بكل تفاصيل الحادث. عرفت الوالدة المكان بعدما قال لها الجيران إنهم شاهدوا الطفل بمرافقة رجل وأرشدوها إلى الجهة التي سلكها. الطفل عاد إلى أحضان والديه، أما المعتدي فلم يغادر المنطقة، وهو ما سهل القبض عليه. الأطباء الشرعيون يؤكدون أن ما حدث للطفل لا يتعدى التحرش ولم يكن اغتصابا، أما المعتدي فلا يزال موقوفا لاستكمال التحقيق معه. النائب توني فرنجي غرد متمنيا اتخاذ التدابير الصارمة كخطوة استباقية لأي أحداث مشابهة يمكن أن تتكرر. على بلدهم لأنه أصلا صار آمن بلدهم، وهذا الشيء ما هو مزبوط، وأكيد كلهم لازم يروحوا من هون بقى، وكله لازم يتحرك، السياسيين لازم يتحركوا. صاروا أكثر منا هون بأهدنا، يعني كل ما بتمرق ما بقى تلاقي صغير تاوية وهيك، صرت بتلاقي كلهم سوريين. ما بينهن علينا هيك ولادنا يعني على الطرقات، أكيد أنا مع أنه نطلعوا من هون. أصلا يعني واحد هو بيخلي بينزع يعني صيت الكل، يمكن ما الكل هني هيك يعني بأيده، وما ومع القرار هو المطلوب هو أنه تكون في رحمة، فهمت علي؟ تخفيف العدد. أنا أما أحد اللاجئين السوريين فيرفض التعميم. يطرد السوري المانين المهجرين الجايين مخالفين النظامي أنه مانين نظامي، عرفت كيف؟ بس النظامي لشو؟ ما نحن ما نروح جهة نظامي مشان ما يصير معنا مشاكل، بس اللي جاي مخالف أو شيء هذا أكيد بدي يعمل مشاكل. هلا ما فيك تشمل الكل على شخص، أكيد في عالم منيحة وعالم ما منيحة. نحن الموضوع حطيناه بيد القضاء، القضاء والمغفر كما شهود الشخص المشتبه فيه عم يقوموا بتحقيقات، هون صار دورهم. اليوم معقول تكون من عدد كبير من السكان هيدي الحالة يلي صارت مع الطفل يستخدموها كشرارة أو كذريعة للهجوم على السوريين؟ شعبنا واعي، وشعبنا عنده من الإنسانية ومن الأخلاقية أنه بيعرف يحول. اليوم هذا ما بيمنع أن يكون في صرخة، ما بيمنع يصير في مطالبة شديدة وتكرار لتنظيم الوجود لتخفيف الوطأة مثل كل لبنان، بس أنه تنتقل لشرارة ولأجرام هذا مش من عويدنا. على الرغم من رفض التعميم هذا، إلا أن الأهالي مصرون على موقفهم كي لا يكون الآتي أعظم على حد تعبيرهم. غدي بموسى، قناة الجديد.